بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب من سب الدهر فقد اذى الله نسبة الحوادث للدهر فقد اذى الله لا يلزم من الاذية الضرر فالانسان يتأذى بسماع القبيح ولكن لا يتضرر بذلك ولهذا اثبت الله الاذيه في القران ونفى ان يضره شيء اقسام سب الدهر القسم الاول شرك اكبر ان يسب الدهر على انه هو الفاعل كان يعتقد انه هو الذي يقلب الامور الى الخير والشر القسم الثاني محرم وهو ان يسب الدهر لا لاعتقاده انه هو الفاعل بل يعتقد ان الله هو الفاعل لكن يسبه لانه محل لهذا الامر المكروه القسم الثالث جائز وهو ان يقصد الخبر المحض دون اللوم كان يقول تعبنا من حر هذا اليوم ومنه قول هذا يوم عصيب الدليلان الاول والثاني وقول الله تعالى وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر الايه في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر حياتنا الدنيا اي وما الحياه والوجود الا هذا فليس هناك اخره وما يهلكنا الا الدهر اي ليس هلاكنا بامر الله وقدره بل بطول السنين لمن طالت مدته والامراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته فالمهلك لهم هو الدهر يؤذين ابن ادم اي يلحق بي الاذى فالاذيه لله ثابته وجب علينا اثباتها لان الله اثبتها لنفسه فلسنا اعلم من الله بالله ولكنها ليست كاذيه المخلوق يسب الدهر اي يشتمه ويقبحه ويلومه ويلعنه والدهر هو الزمن والوقت وانا الدهر أي مدبر الدهر ومصرفه والآمر له، مثل الريح وغيرها. هل الدهر من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله عز وجل الدهر، وذلك لأسباب. أولاً: سياق الآية يرده، ولو كان من أسمائه لكان اعتقاد الجاهلية صحيحاً. ثانياً: سياق الحديث يرد هذا أيضاً. ثالثاً: من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق هو الخالق. رابعا: أسماء الله كلها حسنى، بالغة في الحسن أكمله، ولها معنى، والدهر لا حسن فيه. خامسا: أسماء الله كلها مشتقة، والدهر اسم جامد. سادسا: جاء النهي عن سب الدابة والريح والحمى. المسائل الاولى النهي عن سب الدهر كقولهم يا خيبه الدهر او زمان سوء او الزمن غدار الثانيه تسميته اذى الله الثالثه التامل في قوله فان الله هو الدهر اي مقلب الدهر ومصرفه الرابعه أنه قد يكون سابّا ولو لم يقصده بقلبه. الخامسة: تفسير آية الجاثية (وما يهلكنا إلا الدهر) التقسيم والتقعيد للقول المفيد